36 بصمة إنسانية للقوات المسلحة الملكية. منذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين حرصنا على أن يكون العمل الإنساني ركيزة أساسية ومحورية للسياسة الخارجية للمملكة، وهما وبكل افتخار يمكننا أن نتذكر المشاركة الفعلية للمغرب في الحد من الأزمات الإنسانية أينما كانت، خصوصا في بلدان الجنوب. هذا ما أكدته رسالة الملك محمد السادس إلى القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني التي استضافتها أسطنبول في مايو 2016. التأكيد الملكي يندرج في سياق اعتزاز المغاربة بمشاركة 174 ألف جندي مغربي في 14 عملية أممية لحفظ السلام، وإقامة 17 مستشفى عسكري ميداني في 14 بلد، وفرت أكثر من 2,650,000 خدمة طبية لفائدة السكان المحليين واللاجئين بمناسبة مرور 60 سنة على مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام العالمي. تستعرض أنفاس بريس في هذا الشريط أهم إشراقات الجنود المغاربة الذين تحولوا إلى سفراء للرحمة بالعالم. يوليوز 1960، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى الكونغو مكونة من فوجين للمشاركة في إطار مهمة أممية لإحلال السلام بين أطراف النزاع. 1977-1978، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى الزاير وبالتحديد في منطقة شابا لاستتباب الأمن الداخلي وضمان سلامة الوحدة الترابية للزاير. 1991-1995، إرسال تجريدة عسكرية أخرى إلى أنغولا بإفريقيا. 1992-مارس 1993، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى الصومال مكونة من 1430 فرد لحفظ الأمن في مقديشيو في إطار قوات الأمم المتحدة إنتاف. 1996، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى البوسنة والهرسك ضمن قوات الأمم المتحدة إيفور، ثم ضمن قوات سيفور الأممية. 1999، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى كوسوفو، وكان ضمن هذه التجريدة فريق طبي مكون من 279 عسكري لتقديم المساعدة الطبية عبر المستشفى الميداني المقام بمترو فيتشا. 2000، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى جمهورية الكونغو إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية. 2004، إرسال تجريدة عسكرية مغربية إلى الكوت ديفوار في إطار عملية أممية تحت اسم أونيسي انتشرت في 5 مواقع تقدر مساحتها ب 100,000 كيلومتر مربع. 2004، إرسال قوات عسكرية مغربية إلى هايتي رفقة تجريدة إسبانية مشتركة ضمن عملية أممية سميت بمونستاه لمراقبة الحدود مع دولة الدومينيكان وإعادة هيكلة بوليس هايتي ونزع سلاح الميليشيات وتسهيل عملية تنظيم انتخابات حرة بهايتي تحت إشراف الأمم المتحدة. 2010، إرسال تجريدة عسكرية ومساعدات إلى النيجر لمساعدتها على مواجهة الأزمة الغذائية الحادة. 2010، مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الصحية العسكرية. 2011، نوه الأمين العام لمنظمة حلف في شمال الأطلسي بمساهمة المغرب في بعثات حفظ السلام تحت إشراف المنظمة في منطقة البلقان والبوسنة والهرسك وكوسوفو. 2011، إرسال تجريدة ومستشفى عسكري ميداني إلى رأس جدير بالحدود التونسية الليبية لتقديم الخدمات الطبية لآلاف اللاجئين من ليبيا إثر الثورة ضد نظام معمر القذافي. 2011، عملية الأمم المتحدة في الكوت ديفوار تشيد بعمل تجريدة القوات المسلحة الملكية الذي مكن من إنقاذ حياة الآلاف من الأرواح وإعادة الآلاف من النازحين
أثناء عمائل العنف التي تلت الانتخابات في غرب الكوت ديفوار. 2011 توشيح عناصر تجريدة القوة المسلحة الملكية المنتشرة في كوت ديفوار والبالغ عددها 724 عنصر بميدالية الأمم المتحدة للسلام. 2011 مسؤول عسكري تونسي ينوه بالمهمة الإنسانية التي يطلع بها المستشفى الميداني العسكري المغربي الذي أنشئ في مخيم الشوسة بالمنطقة الحدودية رأس جدير. 2012 إرسال تجريدة عسكرية مغربية مجهزة بمستشفى ميداني إلى جمهورية الكونغو إثر سلسلة تفجيرات وقعت يوم 4 مارس 2012 في مستودع للذخيرة في مدينة برازافيل أسفرت عن قتلى وجرحى عديدين. 2012 الملك يشيد في ذكرى 56 لتأسيس القوة المسلحة بما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة في تحمل المسؤولية وقدرة كبيرة على العمل داخل المحافل الدولية مما يساهم في الإشعاع الدولي للمملكة. 2012 الأمم المتحدة تكرم أفراداً من القبعات الزرق لقوا حتفهم سنة 2011 بينهم مغربيان وهما علي الصديق الذي توفي ضمن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في 12 يناير 2011 والرقيب ياسين كرودي الذي لقي حتفه في 3 يوليوز 2011 وكان يعمل ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 2012 إرسال فريق عسكري طبي إلى مخيم الزعتري بالأردن لتقديم الخدمات الطبية إلى اللاجئين السوريين الفارين من جحيم المواجهة بين نظام الأسد ومعارضيه. 2012 الملك يقوم بزيارة للمرضى والجرحى من اللاجئين السوريين الذين يتلقون العلاجات بالمستشفى الميداني العسكري المغربي بمخيم الزعتري في الأردن. 2012 الملك يقرر نصب مستشفى عسكري ميداني بغزة لإسعاف المتضررين الفلسطينيين من الغارات الإسرائيلية. 2012 41,216 لاجئ سوري يستفيدون من خدمات المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي الذي أقامته القوة المسلحة الملكية بمخيم زعتري. نوفمبر 2012 المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري يقوم بزيارة إلى المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي بمخيم زعتري للاجئين السوريين بالأردن. 2012 وصول آخر المساعدات الإضافية لفائدة اللاجئين السوريين المقيمين في الزعتري بالأردن وغاز عنتاب بتركيا والمتمثلة في 2000 خيمة مقاومة للبرد. 2013 انتهاء مهام البعثة الطبية التي أرسلها المغرب إلى الأراضي الفلسطينية والتي استمرت لشهرين قدمت خلالها خدمة طبية وإنسانية متنوعة لأهالي القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له في شهر نوفمبر 2012. 2013 أشرفت التجريدة المغربية الـ17 التي تعمل في غرب كوت ديفوار في إطار منظمة الأمم المتحدة على تأمين العودة اللاجئين الإيفواريين من ليبيريا وتتواجد التجريدة المغربية منذ 2004 في كوت ديفوار في مهمة حفظ السلام الأممية. 2013 افتتاح مستشفى عسكري ميداني بمالي. غشت 2013 المغرب يرسل مساعدات إنسانية حملت 10 طائرات تؤمنها القوات المسلحة الملكية لفائدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدد من الولايات في جمهورية السودان. 2013 توشيح 32 ضابط مغربي بالمستشفى العسكري الميداني المغربي بباماكو بمالي اعترافا بمهنيتهم وجهودهم في خدمة السكان مالي. 2015 الملك يزور المستشفى الميداني المغربي الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في بيساو بغينيا بيساو رفقة رئيس غينيا بيساو. 2016 الملك يشيد في الذكرى 60 لتأسيس القوات المسلحة بالدور الإنساني الذي تطلع به ضمن المبادرات الاجتماعية والطبية لفائدة القاطنين بالمناطق النائية المتضررة من جراء سوء الأحوال الجوية. 2016 الملك وجه رسالة إلى القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني المنعقدة في اسطنبول يوم 23 و24 مايو 2016
جرد فيها حصيلة المشاركة المغربية 60,000 جندي ضمن 3 جريدات لحفظ السلام و14 مستشفى طبيا ميدانيا وتقديم أكثر من 1,700,000 خدمة طبية. يناير 2017 مقتل عنصريين من القبعات الزرق المغاربة بإفريقيا الوسطى. يناير 2017 الملك يعطي أوامره بإقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني في جوبا في إطار بعثة إنساني لفائدة سكان جمهورية جنوب السودان. 2018 الملك يأمر بإقامة مستشفى عسكري بقطاع غزة لتقديم الخدمات للمرضى والمصابين إثر الحصار المضروب على الفلسطينيين. 2020 الملك يأمر بنصب مستشفى عسكري ميداني بالعاصمة اللبنانية إثر انفجار كبير هز مدينة بيروت.